I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive. كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بفيديو جديد بمقلب جديد. مثل ما بتعرفوا عصام فتح عليه جبهه المقالب. الله يعينك عصام. منيله منيلك يا عصام. مثل ما لكم شايفين هلا اسراء وعمار عنا. واليوم شو اليوم اسراء؟ اليوم عيد ميلاد عصام. يا بوش قلبي اليوم عيد ميلاده، بدي دلله دلال، دلله دلال غير شكل. اما شو دلال؟ ايه غير شكل. فبتعرفوا انتم اغلبيتكم اكيد بيعرف انه عصام ما بحب اعياد الميلاد، ما بحب اعمل له حفله او نعمل زيطه وزنبليطه، ما بحب نهائيا. بس انا ما حبيت مرق له اياها هيك. شو عملت؟ انا بصراحه وصيت له، في عنا مثل تطبيق وهيك احكي لكم اياها بسرعه، انه بنوصي مثلا باقه ورد او اي شيء بدنا فبيوصلنا اياها على البيت. بعدين انا كنت مخططه بصراحه اعمل له اياها مفاجاه، بعدين تذكرت انه هو تذكري انه هو عمل فيني مقلب يوم عيد ميلادي، فهي خطرت طبعا. فقلت بدي اعمل فيه اليوم مقلب غير شكل بمساعده اسراء وعمار. طبعا اتفقت معهم بدي اتهمه بالخيانه الزوجيه. شو مقلب يا عصام؟ ان شاء الله ينفس علينا يا رب. ان شاء الله يمشي معك. حزروا شو عملت هلا، ما بقي له شيء، انه اللي بدي يوصل الورود رح يجي. فانا اتفقت مع عمار، هو قاعد برا مع عصام بالصالون، قلت له مجرد ما يجي صاحب الورد بتشغلي الكاميرا وبتحاول تصورنا بدون ما عصام يعرف. ابدا انا زعلت عصام انه حينخرب المقلب. فانا شو بدي اعمل؟ بدي اقول له لعصام مين اللي بعت لك الورود ويا خاين ومن هالحكي، يعني تعرفوا انتم ما كثير بدي اطول عليكم مشان عصام ما يحس علينا. فهلا بدنا نبلش المقلب وخليكم معنا. بس اللي عم بيشوفنا لاول مره ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا مالكم مشتركين، ويلا نبلش. مين اجى عصام؟ ما حدا، هذا بريد. بريد؟ ايه والله. شو البريد؟ شو هذا؟ يا شو هذا؟ شو هذا؟ دقيقة شوي. على اسمك؟ هذا شو اسمك؟ شو لك البريد؟ ايه والله. عصام شو هذا؟ كأنه بوكي ولد، منك؟ هذا بوكي ولد؟ ايه بوكي ولد. تعال افتح ونشوف. تشوف انه من مين؟ أنا ما جبت لك بوكي ولد. ايه والله بوكي ولد. مو من مين؟ لا مو مني. تمام. شو شفتي مكتوب؟ ليش انت من انت؟ انت ما بتحب انه انا احتفل لك او شيء، فما مو انا جبت لك بايت ورد. اي والله. بايت ورد وابيض وذهبي. ورجيني لشو؟ من وين هي بايت الورد؟ ما سمعت من دقة الباب؟ ايه بعرف، قصدي من مين اللي عطاك اياها؟ من البريد جايك انتشتك كمان. الله الله الله. لا وبرد كمان. شو في مكتوب عليها اسم؟ امسكي لانك اسراء. من وين هي بنت الورد عصام؟ الله جراتيس. اه يعني هي عيد ميلادي. اه عم تقول لك انه مبروك على عيد الميلاد. يو اليس كارديس سو مكيت من شارلي. مين بعت لك هيك؟ بتكوني انت. لا مو انا. اه مو انت. لا مو انا. لا مو انا. بس اكتب مكتوب اسم عليها. لا ليكو مبروك يا تون، انه يعني جراتيس ويو اليس كارديس سو مكيت من شارلي. مو انت. انا لا، انا مو انا. انا طولي بالك، شوف بركي حدا بعت لي اياها، لانه اليوم عيد ميلادي. ايه بعرف عيد ميلادك اليوم. يوم عيد ميلادي. ايه بعرف، بس انه يعني من امتى كان يجيك بقات ورد؟ ليك والله ورد طبيعي كمان. اه مبسوط. عصام مين بعت لك اياها؟ والله مو انت. لا مو انا. نور اسراء ما قدرت احكي. انا بدي ابعت لك بقات ورد. لا عن جد مين بعت لك يا عصام؟ هلا بدك تقول لي. مين بعت لك هي البقى؟ لا ماشي. بعدين انت على اساس ما بتحب، ما بتحب عيد الميلاد وما بتحب حدا يحتفل لي. هاي البات الورد مين بعت لي اياها؟ شفتيني عملت عيد ميلاد شيء؟ بعرف. هي بقى مين بعت لك اياها؟ لو ما وحده اصلا واثقه من نفسها ما بتبعت لك هيك. مين شالك يا بتقول لك عصام؟
شو عمل لك شو كاتبت لي؟ ويعني اسكر ديك؟ ويعني لو سمي كتير شغلي ما بحبش هيك بقى. لا لا طبلي بالي طبلي بالي عصام ما قال لك شغلة هي بقى الورد في حدا بيعرف كثير منيح اللي بعت لك اياها اكيد في حدا بيعرف بيعرف الادرس لكن كيف لا لا شلون؟ على المكتوب هون اسمك وعنوانك بالكامل وحدة بتعرفك نظامي عصام يعني خلينا نفرض حدا من المعجبين لا ما حدا لك انا بحبك ها صح؟ ها يعني عليكي حبيبي المعجبين ما حدا بيعرف ادريس ما انا هلا ما انا هلا بقول لك مين مين طب مين جايبك حدا من رفقاتي بكون حدا من رفقاتي لا عصام جيباتك ما بيعطي لك مين شارلي طب طولي بالك بس ليجيني شي مسج او شي الا ما قول والله العظيم ما بتعرف اني مين بعت لك الباقه بحياة الله ما بعرف مين بعت الباقه قول قول بحياة اولادي قول قول ما بحلف باولادي ما بحلف باولادي ها شفتي ما بيحلف ما بحلف باولادي مشان باقه ورد ومشان كلامك هذا المسخره شو صار لك هلا طولي بالك طولي بالك انت نور بس ندفع لك باولادي مشان باقه ورد مين اللي بعت لك هاي الباقة؟ ما شفتي ندق الجرس وفتحت البارد البارد بس هاي باقة ورد مكتوب هون انه عم يهنوك عيد ميلادك ويو انسكر داي سو مي كيف مين شارليك معناتها مين؟ هلا هذا الحديث انا كله بعرفه طب شو معناتها مين شارليك؟ حبيبي يعني حبي يعني حبيبي حبيبي ايه ايه حبه برص ان شاء الله مين هي بعت لك اياها؟ بجوز واحد طيب كمان واحد حبيبي يعني عادي الشباب اه شفت واحد ما بيكتب مين شارك يعني هلا انت معك حق هو ما حق بس طولي بالك شوي هلا انت شفتي طيب انت شفتي. يعني طولي بالك ما كيف صوت طولي بالك طب مين سو مين بعت لك هي الباقه؟ إيه انا ما اجيتها والله مزوقه حلوه والله العظيم ما بعرف دقيقه دقيقه شوف مين مزوقه انت كمان الله لا يوفقك انت مين مزوقه شو بيعرفني مين بعتها؟ انا هلا بدي اعرف انا هلا 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 بدي اعرف مين بعت لك هي الباقه عصام هلا اعطيني هذا الورق الو الو امك مجنونه امك مجنونه لا ماني مجنونه لا ماني مجنونه لا عم بيقول له امك المجنونه ما مجنونه لا والله مو من مجنونه هو اصلا مين بعت له ما دخلني انا هلا هلا بدي اعرف مين بعت له هي بس اسرار بتكون بعتت لي اياها لا والله انت بعت لي اياها والله العظيم مو انا المسوس بتكون بعتها لا هلا انا بدي اجي اقول الله والله مو انا مو انا عصام شو يا عمري؟ ما تقول لي لا عمري ولا حبيبي انا بدي اعرف انا مين بعتك هي الباقه؟ يا عمري شو بعرف مين بعتك؟ اعطيني هذا بيكون حدا من رفقاتي بيكون حدا مثلا مش عصام رفقات ما بيبعتوا لك هيك باقه ما بيبعتوا لك هيك باقه يعني هلا ما بدنا نعطي الباقه لليوم صحيح شو مشان انه عيد ميلادي اليوم انا ما ما دخلني انت اصلا ما بتحب حدا يعمل لك عيد ميلاد بعد قولتك بعد قولتك ما بتحب حدا يعمل لك اعياد ميلاد ليك باقات الورد عم تجي على الابواب هيك عصام شو هيك عصام طب هلا قلي مين بعتك يا عادي يا الله ما بعرف مين بعتها والله والله ما بعرف طب تخيل تخيل مثلا انا عيد ميلادي وهيك من ما بعرف شو يجيني باقة ورد عم هلا بصراحه في حدا مستفدك بيكون هلا نور بتفهم اذا في شيء يعني نور شو متفهمة شو كنتوا تلبسوني باقة ورد وكنتوا تلبسوني انه وحدة بعتت لي اياها شو بكي انتم اياها؟ لا انا عايزة شلون بقى مين بده يبعت لي باقة ورد نوع؟ بكون حدا من رفقاتي اه اوكي عصام هي اذا حدا عم كاتب حبيبي عادي كلمة حبيبي من شارلي ايه حبيبتي ما حدا بيقول من شارلي الا لمرته لصاحبته لحبيبته لرفيقته ما بيقول من شارلي حاجة بقى عصام طب انا شو عملت لك هلا؟ ما بعرف انه احكي لو بعرف حدا لو بعرف حدا بعت لي هيك باقة ورد قال لك احكي لي السبب والله ما بعرف احكي لي السبب والله تعال اسال ليام ليام اعطيني اعطيني اليوم بتعرف مين بعت لي بعتينا لليام خلصتيني يمكن والله العظيم عن جد عصام انا خلص ما شو انت ما بدك تقول لي مين بعت لك اياها خلص لا لا خلص ما تقول لي خلص ماشي ما تقول لي انا بعرف واحد بجيب وقت ورد لازم ينبسط انا فكرت والله انت بعتي لي اياها مو انا بزمتك بزمتك لا مو انا والله شو نور والله والله ما بعرف حدا اسمع لك ليكي نوش والله العظيم انا ما بعرف حدا لا بلا بلا عصام انا قد ايش صار لي متجوزتك ولا مره اجت باقة ورد هيك على الباب بعدين لو انا بعدين لو انا جيت باقة ورد كنت رحت انا عند الزلمه والله ما بعرف حدا كنت انا رحت على على المحل انا بعرف يعني مستحيل وهي كمان معها حق بس طيب شلون مين يعني انه طب مين مين عادي عادي عصام قلي يعني يوم عيد ميلادك وجايز بس انت اشتريتي من الولد على وين كنزة؟ معناتها يعني لا عن جد الولد على وين كنزة؟ لا اله الا الله شو شكلك شكلك ياي شوفي وعم بقول لحالي انت اليوم قلت لك انت بدك تلبس هي البلوزه والبنطلون لا اله الا الله شوفي شوفي على فكره علامه لا شو علامه؟ زهري وبيج طولي بالك قلت لك زهري وبيج
بيش. ما تعيطي مشان ليام رجاء. لا عن جد. ما تعيطي. بس ما رح تنفعل بس معلش حطيهم. اعطيني ليام اعطيني ليام بعدين. خلص خليه معي خليه. اعطيني اياها شوي حبيبي. اعطيني اياها. كمان. عن جد شوفي. كمان بطيخ. لا بالزهري. لا بالزهري وبيش. بس شو هالصدفة يعني. والورد كمان زهري وبيش. حبي. اقسم بالله لو بعرف مين بعتها لك مين بعتها شو خايف منك يعني؟ بس ما عندي هي القصص انا والله حدا بعت لي بوكيه ورد ومن تحت لتحت ولا القصص هي ما انا استغربت هي اول مره انا استغربت شو بيعرفني مين بعتها؟ انا بحلك عن جد يعني بغض النظر انه هو اخي عصام بس انا باخذ موقف لانه شو تاخذي موقف؟ تاخذي كف هلا انت لا تاخذي كف لا القران هلا عم بحكي معكم انا بالريلاكس وجيكم وش الثاني هلا لا شو بدك كف والله العظيم والله العظيم ما ما حدا ما في حدا عم تحضر مرة والله العظيم لا حاجة ما تصير هي كملت ولي روحي بقى هي من ناس والله العظيم عندك ما بدي لك هابة الخير وانت شو قاعد عم تسمعني شو قاعد عم تسمعني رح تفشش فيني حرام هيك ما بصير لا اله الا الله استغفر الله العظيم لك انت خذي الكاميرا انا محمل الولد انا محمل الولد تخذي الكاميرا انا هاي ورد هلا بابي عم مزح معك هذا الكبار نور واسراء اتفقوا يعملوا فيك مقلب ورد لا نزلت انا عيطت انا شفت لك اياها بالله روحتي حلاوتها يا نور لا دي وحده ثانيه هذيك لحالها والله بدي لك عام انت بخير وانت بخير كل عام انت بخير ان شاء الله بس والله العظيم اجتك اجت صدفه والله العظيم اجت صدفه انت عم تصور من تحت لتحت يا حبيبي كلها رجع صبي مسكت بهدل متفقين علي انتم والله كلياتنا متفقين عليك اليوم انا والله متفقين والله زهري وبيش شوف والله ما احلاها ما احلاها بينت لنا الكاميرا اخر شيء انا حرام زلت عليه نور شو عم يعمل هذاك هنيك صحيح انا صار لي ساعتين ما بيجي والله كشفني قبل كان بهدلني والله يا الله مين بعت لك انا هلا بدي اعرف مين بعت لك مين يعني مين مشان لك ايه ما انت مشان لك لازم انت كنت تقول لي لازم انت كنت تقول لي ليش انا اشارك مين انا شاركت لحالك بس اللي صار فيني انا انه عاد فكر انه انت مدري شو صار لوشك هيك عم بمزح معك وشفت لبست وش ثاني وما بعرف شو تغير عليها البنت يمكن عيسو اول مره بشوف لي هيك وش بصراحه كثير انه انا يعني انه انا اكلت هم التوأم كمان عيطت كمان على عمار وقت شفته رده الفعل هي لا اراديه لك عندي انا لما قال لي بدي اتشكك ان شاء الله وان شاء الله العمر كله قبل مثل تبشي قلبي نور ايه والله كل سنه بتزعل معصومه هيك هيك بدك تبشي ما انت ورد لا 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 راحت بعد ورد راحت والله نور غالية والله شكرا لنور وشكرا انه تذكرتني بهذا اليوم بس تذكرتني بمقلب والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا لما شفتني دمي قاعد بتقول لي بات الورد لك ليك لما وصلت عليها ما كنت ناوي اعمل فيك شيء لا والله العظيم انا ثالثه ايه صح بس فجأة والله العظيم شو غيرتها شو غيرتها مشان تعرف تعمل فيني مقالب اه مقلب الوش اللي بخوف ومقلب ذكر عيد ميلادي مو انت فتحت جريدة المقالب طيب ماشي يعني. ماشي هاي عم بتدلنا الايام جاي على يا لطيف الله يعينكم شفتوا انتوا شفتوا نور شو عملت اليوم شفتوا نور شو عملت شلون استفزتني شو يعني؟ واتهمتني بالخيانه وانا بعيد عن هي الاتهامات بالمره وهي بقت الورد تبع نور ورجيني والله وليك بقت الورد بتجنن بصراحه انا كثير عجبتني وانبسطت كثير انه وصلتني بقت ورد بيوم ميلادي ايه ويقول لحاله بس بنفس الوقت انه ما عرفت شلون بدي سكتها لا وهديك كمان اختي يلي هي اختي بين قوسين اجت ضدي انا قلت لك اجت ضدي هي متفقه معي على المقلب شو بدي يزبط متفقه معك مو صح على كل حال الف شكر لنور انه تذكرتني بيوم ميلادي شلون حبيبه قلبي نوش خلينا نحط باقه الورد هون تبع نور يلي طلعت باقه الورد من عيوني عام جننتني جننتني ايش تاكل غيره معلم عندي اكيد لو وصلتي لاخر المقلب تبعك ايه بدك تاخذ من المقلب وصلت انا رديت له اياه بسرعه بسطتي يلا ان شاء الله ان شاء الله بالايام اللي جايه رح اعطيها كمان مقلب ان شاء الله ان شاء الله انا بس لازم اتركها كم يوم هيك لحتى عشان انسى
عائلة عصام ونور هلا هيك رح نختم معكم هذا الفيديو. قبل ما نختم الفيديو رح ناخذ ثلاث اسامي مثل ما عودناكم. معنا سناء من اليمن وسعاد من سوريا وباسمة من تونس. اذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي اكتبوا تحت بالتعليقات اسمكم ومن اي بلد عم تتابعوا. ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة اذا ما لكم مشتركين حتى تكبر عائلتنا. تابعونا كمان على الانستغرام والسناب شات لروابط صندوق الوصف تحت. بنحبكم كثير كثير. بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. وسلام.